صباح الخير، كيف صبحتوا؟ لاباس؟ بخير، مزيانين، كلشي مزيان، كلشي بخير. شبرتوا لك فطرو؟ انا واسماء هي حصلتها اليوم. جبرتوني غنشارك معكم. كيف نتوما؟ لاباس؟ بخير، مزيانين، كلشي مزيان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والامور مزيانه. سمحوا لي بزاف على هذا الصوت، هذا النهار صوت مشى، بقيتي كنهضر معوضه. كيف عملي؟ مزيانين، كلشي مزيان. عرفتوا جبرتوني، كنت غنعمل مونتاج لذاك الفيديو ديال جليلي بات، وللاسف الصوت ديالي ماشي مزيان. الفيديو غيبقى مسجل دائما في القناه، يعني ما عرفش، واخا كنجي نهضر صوتي مبيبح. ايوا قلت نفتح معكم كاميرا هنايا ونعطيكم، نقول لكم بعض الهضرات اللي هما مهمين بزاف لاي وحده باغيه تبدا مشروع كيف ما كان، ونصيحه حسبها من بحال شنقول لك، نصيحه كرساله جاتك من عند الله لاي واحد دابا كيسمعني حاليا. وقبل غنشارك معكم الجوهر اللي شريت، شوفوا على الوينات. عرفتوا هذا الاورو، هذا الصفر هذا كيحمق مزيون، وهذا الاورانج وهذا الذهبي، شوفوا عرفتوا واحد الشعله فيه خطيره 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 بزاف. شريتو؟ علاش شريت هذا؟ شريتو باش نقدر نرشو في الجليليبات. هيدا كيجيو مزيونين، كيعطيو، كيكونوا مطروزين. وهذا هاد الجلابه ديالي، هادي مطروزه ومنبته، شفتو الشكل ديالها بحال هاد الشكل هذا. شريتو هذا الجوهر مزيون، 20 درهم كيحمل الخيط، لكن الصراحه البريو ديالو رائع وما كيوقع له حتى حاجه. نوريكم واحد الحاجه، شفت جبت لكم نصك واحد الجوهر شريتو، غنعمل به واحد المنظر واعر، غنعملو الجلابه ديالي. ايوا قلت غنشارك معكم. انا كيحمقني الجلالب اللي مخدومين بالكراد، كيعجبوني. ما عرفتش واش نعمل جلابه في الكحل ولا نعمل كرونه ولا نعمل غوزان ديال، نعملو شحال هادي ما عملت غوزان ديال بحق. انا واخا كيعجبني الكحل بزاف. شوفوا هاد الحجيرات، شوفوا في اللوينات، شوفوا الذهبي، شوفوا هادي فيها اللوينات، هادي الكرونه بلا كيجبد لكم وحده باش تشوفوها على من كنهضر. كتجي مزيونه بزاف. شوف هادو غنلصقهم هنايا كهديبات، غنلصق هنايا خمسه وهنايا خمسه. عرفتو كيف تجي كتحمق؟ يعني تجي من هنايا بالزواقه والهديبات هوادي. لكن انا شوف شريتهم في الالوان، شريت هاد الكرونه وشريت الذهبي، شريت الكحل، شريت غوز بيبي وبيستاجي، المهم شريت الذهبي. يلا اختاروا معايا نتوما اللون اللي غنعمل، اللي غنعمل ما تعطيونيش اللون مفتوح بحال هيدا، ما عنديش معاهم بزاف، ما كيعجبونيش اللوانات مفتوحين فوق القياس. شوفوا هاد اللون هذا مزيون، واقيلا نعمل، انا قلت لكم نعمل واقيلا الكرونا ولا هاد، المهم غنخلط في هاد الالوان كاملين. هاد الثوب اللي غنشري ايوا صافي، هادشي ما كاين، هادشي اللي شريت، هادو شريتو من راسي وهادو شريتهم باش نزوق لكم بهم جليليبات. عرفتو موجد لكم شي جليليبات؟ يا سلام، الاثمنه واعره بزاف ومزيونين بطبيعه الحال. بلا ما ننزل هادو اللي بالتنبات، نتوما عارفين يعني التنبات والحجر الحر كيكون شويه الثمن. المهم هنايا اللي بغيت نقول لاي وحده دابا حاليا كتسمعني وباغيه توصل لشي حاجه، اللي بغيت نقول لك هو انك ما تعملش الغلط اللي عملتيه العام اللي فات. مره ما تعملش الغلط، جلس مع راسك واحد الجلسه وفكر بزاف وشحال من مره غلطتي فيها العام اللي فات. العام اللي فات اي العواشر، شنو الاغلاط اللي ارتكبتيهم؟ شنو الحاجات اللي ما خلاكش توصل؟ شنو هما الحاجات اللي ما خلاوكش تدخل الفلوس؟ شنو هما الحاجات اللي خلاوك انك تبقى في موضعك؟ شنو الحاجه اللي خلات غيرك يطلع وانت ما طلعتيش؟ خصك تشوف هادشي هذا من جميع الجوانب، من جانب الدين، ومن جانب المهم جانب ديال الله، ومن جانب ديال الوقت ديالك فين كتضيعو، ومن جانب التليفون واش كيدي لك وقتك، من جميع الجوانب. خصك تفكر مزيان شنو الحاجه اللي مسيطره لك على حياتك، شنو الحاجه اللي اذا ما كانتش حياتك غتكون مزيانه. ما تنساوش بلي التقرب لله راه واحد السبب من الاسباب
ديال ان بعض الناس ما يوصلوش، وحسن الظن بالله يعني واحد الحاجه اللي هي مهمه. الاغلاط اللي عملتيهم، الخياط اللي تعاملتي معاهم، الناس اللي تعاملتي معاهم، كليانات اللي خدمتي لهم، يعني اي حاجه اللي خلاتك انها تفشل العام اللي فات حاول انك ما تعاودش هذا العام. اذا ما عاودتيهاش هذا العام طبيعه الحال غتنجح في الحياه ديالك. اللي بغيت نقول اي وحده كتخدم ولا اي وحده كتعمل مشروع ديالها، يعني هي خدامه بيد ماشي خدامه عند الناس، اي وحده اللي بغيت نقول لكم هو ان حاجه اللي خصك تعملها ضروري في هذا العام هو انك ضروري خصك تجلس وتعمل واحد السيستم اللي تمشي عليه، واحد السيستم اللي كتشوفوا انه ناجح 100%، واحد السيستم اللي كتخليه انك اللي يخليك انك تمشي بعيد في الخدمه ديالك. والله الا هذا الفيديو هذا بغيت نعمل لكم هذه شحال، المهم هذه شي سيمانه تقريبا. علاش انا ما كنعملش معكم اي فيديو صافي، لا كيعجبني نعمل فيديو اللي انا حسيت به فاتني راسي وباغيه نفيدكم نتوما معايا. حتى انا عملت هذه الجلسه، حتى انا جلست مع راسي واحد الوقت تقريبا شي 15 يوم وانا كنفكر شنو اللي يصلح لي شنو اللي ما يصلح ليش، شنو الحاجه اللي كتخسرني، شنو الحاجه اللي بعدت منها غتنجحني، الوقت ديالي فين كيمشي، التليفون بزاف واش كيضيع لي وقتي، شنو الحاجات اللي كيضيعوا لي وقتي، شنو الحاجات اللي كيمشيو لي الفلوس في الحاجه اللي هي خاويه، شنو هي الحاجه اللي اذا ما عملتهاش غنمشي فيها بعيد، وشنو هي الحاجه اللي اذا عملتها غنمشي بعيد وغنزيد نتقدم اكثر، شنو هي الحاجه واخا اللي نخسر فيها في الاول لكن كتجيك بنتيجه. المهم بزاف الحاجات، وكتب لي نعمل لكم هذا الصوت هذا اللي بيبح ما عندي ما نعمل، لكن ما بغيتش نزيد نطول عليكم اكثر. اللي بغيت نقول لكم من الحاجات اللي انا عملتهم في حياتي وانا اللي عملتهم في بالي هو الخدمه، هو دابا ماشي تا يقرب لرمضان ماشي تيقربوا العواشر، الخدمه هو دابا، الخدمه اي واحد باغي يعمل شي حاجه هو دابا، ماشي حتى يوصلوا العواشر عاد نوض تحرك وفتش وشوف شنو تعمل وشنو تعمل، لا الواحد دابا يخدم على راسو، دابا يفكر مزيان، دابا يفكر انه يبدل الحياه ديالو. انا ما بغيتش نعمل لكم هذا الفيديو في راس العام بحال اللي يعملوا بزاف ديال الناس، لكن انا بصح بزاف ديال الناس اللي تفرش له جبرت باللي بعض الحاجات كيقولوهم صحاحين، يعني كل عام كخصك تتبدل. علاش؟ حيت كل عام كتجيك فرصه جديده. دابا بحال حنايا الخياطين شنو كل عام كخصك يعني مثلا انا نقول لكم دابا حنايا اللي كنخيطوا كل عام كتجيك فرصه جديده، اذا ضيعتيها مشالك العام، باش نجيكم صريحه كتجيك فرصه جديده. شنو هي الفرصه؟ الفرصه هي انك تجيك قبل رمضان بشهرين وكتستمر معك حتى للعيد صغير، مور العيد صغير حقا كتكون الخدمه كيكون رواج، لكن الفتره اللي مهمه اللي هي رمضان وشعبان. علاش رمضان وشعبان؟ بزاف ديال الناس كيشريو، بزاف الناس اللي كيبغيو الخياطه، بزاف ديال الناس اللي كيبغيو الخدمه، وتدابا دابا بزاف ديال الناس اللي كيدفعوا الخدمه، بزاف ديال الناس اللي كيدفعوا الجمله، يعني الوقت باش تخدم هو انك تخدم دابا، ماشي تخلي حتى لاخر ساعه حتى الدقيقه الاخرى. بحال الناس اللي عندهم مشاريع، بزاف ديال الناس عندهم مشاريع مثلا من غير الخياطه، الماكله ولا شي حاجه، كتجبر الفرصه فوقاش كتكون، باش ما نكذبوش على بعضنا، الفرصه كتكون هي شعبان رمضان. علاش؟ حيتاش كيكون اكثر استهلاك ديال الحوايج ديال الماكله ديال اي حاجه، كيسالكو الناس بزاف هي في هاد الايام العواشر. اذا قد ما بعتي قد ما كانت عندك السلعه قد ما مزيان. بزاف ديال الناس كيدخلوا عندي كيقولوا لي شحال غنبدا، واش ب 10 ولا 20؟ شو انا ما نقدرش نقول لك شحال غتبدا، بدا بشحال ما بغيتي انت ما بغيتي. اما بالنسبه لي 10 ولا 20 تقدر تمشي لك في النهار. ايوا الا شنو تعمل؟ عاد غتنوض تخيط في العواشر في الايام رمضان، عاد تنوض تجري وتجالى ولا تندم. لذلك الزعامه هي كلشي، اذا ما كنتيش زعيمه غير ما تعمل حتى حاجه، توصل حتى شي حاجه. واللي بغيت نقول لكم بالنسبه للناس، فتشوا على الناس اللي يخدموا لكم خدمه مزيونه، خدمه ثمن مناسب،
الحاجه مزيونه بالنسبه للبيع ديالكم، حاولوا انكم تعملوا هكذا وهكذا، ترضيو جميع الطرفين، يعني ترضيو اللي كيبغيو الحاجه غاليه وترضيو اللي كيبغيو الحاجه اللي متوسطه، يعني من جوج جوانب. هذا الشيء اللي غنخدم عليه انا ان شاء الله هذا العام، هو انني غنعمل الحاجه اللي متوسطه والحاجه اللي بالثمن ديالها، كل حاجه وكيفاش، يعني ارضي جوج، ماشي غتلعبوا غير على اللي يشري بالغلا وتخليوا اللي يشري بالرخا، يعني على جوج جهات. وحاولوا انكم تعملوا شي حاجه اللي تتميزوا بها. هادشي اللي بغيت ننصحكم انا هذا النهار هذا، وخاصو دايرين بيبح، لكن انا ما كنحسبكمش برانيين. قال لي داك النهار الراجل ديالي قال لي 10000 واحد ولا 15 ولا 20000 واحد، كاملين ما كتحسبهمش برانيين، والله العظيم ما كنحسبكم برانيين. نقول لكم واحد الحاجه، تخيلوا انا في الانستغرام كنحشم نهضر فيه، وفي اليوتيوب ما كنحشمش نهضر، علاش؟ حيت شحال اللي تنسى معكم بزاف اكثر من الانستغرام. انستغرام واخا سهل والصراحه فيه الخدمه وفيه البيع وفيه كل شيء، وفيه الناس تهما كيتبعوني الله يعمر راسها وظريفين وكل شيء، لكن باقي ما طلقاش راسي هكذا مزيان والله العظيم. لكن اليوتيوب سبحان الله العظيم ما عرفتش كتجيني عادي، واحد الحاجه اللي هي عاديه بزاف. لذلك دابا هنايا كنبغي نشكركم بزاف على اي حاجه كتعملوها معايا، وانا عارفاكم تقبلوا عليا وخبط الصوت هذا اللي مبيبح ولا اللي خطيكم عليا، وشكرا بزاف بزاف. وان شاء الله انا غنزل لكم ان شاء الله تصور في الانستغرام باش تشوفوهم ديال جليليبات، اي وحده بغات شي حاجه مرحبا بها. وبالنسبه للناس اليوتيوب دابا ان شاء الله غير تحسن لي شتيتو صوتي غنزلو، حيت الحاجه ديال البيع ما بغيتش نعمل الصوت ديالي هيدا مبيبح حالتو حاله، يعني نبقى نشرح هيدا على الجلابه ولا على القفطان وداكشي، يعني خصني شويه شي هيدا يتعوض، اشرب العسل والليمونيه كيتعوض لي صوتي. صافي ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي اذا صبحت غدا مزيانه غدا ننزل لكم فيديو. كنشكركم بزاف مره اخرى، باي باي، مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله. وردوا عليا الخبر على اللون ديال الجلابه اللي غنعمل، كنشوف وحده في الغوزان ديال، كنظن واقيلا نعمل الغوزان ديال. يلا ردوا عليا الخبر، والسلام عليكم.